برحب بسيدنا مرة تانية وبسأل نيافتك يا سيدنا عن نشاط من أهم الأنشطة اللي بيقدمها المركز، وهو فكرة العرفان بالجميل والجوائز التحفيزية للتنافس. يا ريت نيافتك تدينا فكرة عن الجوائز وكل جائزة تكلمنا عنها على حدة. أنا قبل ما أتكلم عن الجوائز هاخد من سؤالك العرفان بالجميل. في العرفان بالجميل أنا ما أقدرش أنسى شخصية أثرت فيها شخصيا وكانت داعمة للمركز وشاركت في ظهور المركز وافتتاح هذا المركز واستمراره إلى هذا اليوم، بجانب المهندس سامي فهيم والله يرحمه الدكتور فوزي، شخصية كان لها جهد ودعم وتخطيط لمستقبل هذا المكان. طبعا الشخصية دي كانت بتقعد وتخطط مع الدكتور فوزي ستيفانوس ومع المهندس نجيب سويرس ومع المهندس سامي فهيم، وكانت تيجي تتكلم معايا، فكان ليها الفضل أن يكون هذا المكان صرحا علميا وثقافيا استفادت منه مصر واستفاد منه العالم كله. الشخصية دي أنا يعني لو اتكلمت عنها كثيرا لن أستطيع أن أوفيها حقها، هي شخصية السيدة الفاضلة علا زكي المعروفة باسم علا غبور، زوجة المتنيح الدكتور رؤوف غبور. صراحة الناس عاملين زي النوافذ، زي الزاز الملون اللي بيتلألأ ويشع منه النور في أثناء النهار، ولما يحل الظلمة تبص على الجمال الحقيقي من النور طالع في الداخل. علا كانت شخصية بتعكس ضوء ونور السيد المسيح، كانت تحمل السيد المسيح في قلبها المحب، جمعت بين حاجتين أساسيتين الحب والعطاء. ورغم أنها تنيحت صغيرة في السن إلا أنها أدركت أن الحياة لا تقاس بالأيام أو بالسنين بل بمقدار العمق والعطاء. هي جهدت، كان فيها فضائل كتيرة، العفة والرحمة والحب. وأنا أذكر لما حصلت المشاكل الكبيرة في افتتاح المركز والأمور تأزمت، قالت لي كلمة واحدة: إحنا هنحط عينينا على الهدف ومش هنغير اتجاهنا نحو الهدف ونسيب ربنا يكمل الباقي وما تقلقش وما تيأسي. وبدأت تساعد الناس الموجودين كلها في صمت وهدوء. صراحة قلب يحمل حب يتسع في محبة دافئة للآخرين، كان نفسها المستقرة وإحساسها بوجود الله والمحبة الحقيقية هي اللي كانت بتدفعها للانسياب في هذه الخدمة. الاسم بتاعها رغم أنه ارتبط بعلاج مرضى السرطان مستشفى 357 إلا أنها اسمها ارتبط أيضا بالمركز الثقافي. وأنا أقول لك هي سيدة مذهلة لأبعد الحدود، قوية الشخصية، قوية في الثقافة والمعرفة، غاية في الأناقة، وفي نفس الوقت غاية في الرقة. أنا أقول لكم أنها هي صاحبة فكرة أول جائزة في المركز الثقافي اللي هي جائزة المركز الثقافة والعلوم والخدمات الإنسانية، وكان نفسها تعمل هذه الجائزة وتشجع الناس، لكن شاءت الظروف أن تتنيح قبل أن ترى هذه الجائزة نظرا للظروف التي مرت بها مصر بعد افتتاح المركز وما حدث في 2011. لكن هي شخصية استطاعت بعلمها وحبها وانفتاحها الآخرين أن تكون في المستشفى مكان يصلي فيه الآباء والأمهات
فعملت جامع وعملت كنيسة لأنها كانت تدرك مدى احتياج الناس للمعونة الإلهية. وهكذا عملت في العمل الثقافي كما عملت في العمل الاجتماعي ودعمت المركز. وأذكر يوم الافتتاح أنها كانت تقوم بأي عمل ولا تنظر إلى من يعمل أو لا يعمل، كان كل همها أن العمل يخرج على أكمل وجه. وكانت تجلس على الجنب ولم تجلس في الصفوف الأولى ولم تريد أن تظهر. هي ابنة وحفيدة لإقلاديوس لبيب العالم القبطي اللي كتب قاموس كرام المشهور، وحفيدة سلامة بيك عبد الله اللي بنى مستشفى سوهاج ومطرانية الموجودة حاليا في سوهاج هو اللي تبرع بيها. هي بصراحة خططت لهذا المبنى ثقافيا وتاريخيا وحضاريا. وأنا أقول لكم إن من الصعب أن تجد شخصية تهتم بالعمل الخيري وتهتم بالعمل الثقافي بجدية، رغم أن كان سنها صغير لكن كان لها نظرة مستقبلية بعيدة. وهذه الشخصية الصبورة، الشخصية السخية، وأقول في نفس الوقت الشخصية الزاهدة، كان عندها طول أناة قوية في الإيمان تخفي كثير من الفضائل داخل قلبها، فكانت تهرب من الكرامة، تنكر ذاتها، تتوارى عن الأنظار ولا تحب الظهور. حملت مسؤولية بجهد وحب كبير، لم تهرب من الضيقات أو تهرب من المواجهات، كانت دائما إيجابية ولا تتكلم في السلبيات. ضمير يقظ جدا جدا جدا، كما كانت صديقة للمحتاجين، وكانت أيضا تحس بألمهم والمرضى، وهبها الله تجربة الألم والمرض فأعطاها اختبار حقيقي لهذا المعدن الأصيل لتشكر الله وتعلن لتكن مشيئة الله. فكانت أقوى معلم للاحتمال وأقوى معلم للشكر، قدمت حياتها بفرح وكانت تشكر كل حين، لأن سلامها ومحبتها وعطائها بصراحة كان نابع من معايشة حقيقية، التصاقها الكامل بربنا وتمسكها بالكتاب المقدس وبكل ما فيه. فعلا علا تنيحت وعندها حوالي 53 سنة، لكن استحقت أن تسمع الصوت. كفاك تعبا نعما لك أيتها الابنة الصالحة، كنت أمينة في القليل أقيمك على الكثير، ادخلي إلى فرح سيدك. وطبعا هي كانت بتهتف وتنادي مع داود أنا زائر سلني. وبصراحة هي فكرت في هذه الجائزة وفكرت أنها تقدمها للآخرين، فاتعملت الجائزة باسمها، جائزة المركز للعلوم الإنسانية والثقافية، وسميت باسمها وقدمت إلى روحها. وأنا أقول لكم بصراحة يعني استلمها في ذكرى السنوية الله يرحمه الدكتور رؤوف غبور في 9 فبراير 2013، وظلت هذه الجائزة أولى جائزات المركز الذي قدمها في تاريخه. وتتكون لجنة عشان تختار الفائزين وتعمل وتعقد مقارنة بين شخصية علا وصفاتها الروحية والخدمية والثقافية. وأنا شايف هنا الله يرحمه الدكتور رؤوف غبور وهو بتسلم الجائزة في الاحتفال الأول، وخد الجائزة دي أول واحد بعد دكتور رؤوف غبور اللي استلمها بالنيابة عن الأسرة، سير دكتور مجدي يعقوب، وبعدين خدها المهندس سامي فهيم، وبعدين خدها أستاذ فريد حبيب. وكانت هذه الجائزة تقدم باستمرار إلى من يهتم بهذا العمل. يعني أنا بقول إن هي سيدة عملت في مؤسسات خيرية في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، وأيضا كل من أخذ هذه الجائزة
لازم يكون اشتغل في الشرق الأوسط وفي أفريقيا.